السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الأول الإعدادي، إن شاء الله النهاردة هنشتغل الاستاتيستكس ليسون 1، اللي هو ذا أرثمتيك مين أو المين. ذا أرثمتيك مين أو ذا مين. ذا فيرست، وات إز ذا مينينج أوف ذا أرثمتيك مين؟ ذا مين أوف فاليوز إيكوال ذا سام أوف ذيس فاليوز أوفر النمبر أوف ذيس فاليوز. يعني انا لو عندي مثلا زي الاكزامبل ده كده، find the arithmetic mean of the values 3 8 11 4 and 9. how to find the mean of this value؟ the mean equal the sum of these values، يعني اعملهم كلهم plus over the number 1 2 3 4 5. يبقى the mean equal 3 plus 8 plus 11 plus 4 plus 9 over the number بتاعهم كام؟ 5. by using calculator equal 7. another example، في السؤال ده هو مديني المين، هو اللي مديهولي وعايز مني ال value of x. if the mean of values 5 7 x and 9 is 6، هو هنا قايل لي ان المين بتاع ال values ديت equal 6 ويقول لي find x. هنشتغل عادي اكني بجيب المين السم اوفر النمبر، ذا مين ايكوال سم اوف فاليوز اوفر النمبر. يبقى 5 بلس 7 بلس اكس بلس 9 اوفر النمبر اوف ذيس فاليوز 1 2 3 4. يبقى النمبر بتاعهم هنا ايه؟ 4. 5 بلس 7 بلس 9 21 بلس اكس اوفر 4. هو قايل لي ان المين ايكوال 6، هكتب 6 كده. يبقى 21 plus x over 4 equal 6. طبعا ال 6 اقدر اخليه 6 over 1 cross multiplication 1 times 21 plus x equal 21 plus x 4 times 6 equal 24. يبقى كده لحد دلوقتي 21 plus x equal 24. how to find the value of x؟ plus change into minus، يبقى x equal 24 minus 21 يبقى equal 3. يبقى الاكس equal ايه؟ 3. طيب كده بالنسبة لو اداني هو المين وطلب مني الفاليو اوف اكس او كي او ايه اي حاجة. طيب ناخد اكزامبل تاني على الكلام ده. if the arithmetic mean of values k 3k 5 and 7 is 4. المرة دي هو قايل لي ان المين is 4. how to find the value of k؟ نفس الكلام، the mean of values equal sum over number، يبقى k plus 3k plus 5 plus 7 k plus 3k plus 5 plus 7 over 1 2 3 4. النمبر بتاعهم هنا 4، كل ده equals كام؟ 4. هو قايل لي ان المين equals 4. k plus 3k equals 4k 5 plus 7 12، يبقى 4k plus 12 over 4 equals 4. اقدر اخلي ال 4 over 1 cross multiplication 1 times 4k plus 12 equal 4k plus 12 اهو. 1 times 4k plus 12 equal 4k plus 12. 4 times 4 equal 16. after that plus change into minus، يبقى 4k equal 16 minus 12 equals 4. كده لحد دلوقتي 4k equals 4. divided by 4 to find the value of k. 4 divided 4 equals 1. 4 divided 4 equals 1. يبقى ال k equals ايه؟ 1. ده كده بالنسبة للمين، الارثمتيك مين اللي هو الفيرست ليسون. كده يبقى في عندي الميديان والمود. ان شاء الله هعمل لهم فيديو لوحدهم هما الاثنين مع بعض، الميديان والمود. يبقى كده الالجبرا كلها خلصت. وبالنسبة للجيومتري فاضل لنا جيومتريك كونستراكشن، اللي هو الدرس اللي فيه درو، اللي هو الدرس الاخير ان شاء الله. برضه هعمل لكم فيديو ليه، اللي هو اخر ليسون في الجيومتري ان شاء الله. وبعد كده هنبدا نعمل بقى ريفيجن على الالجبرا والجيومتري ان شاء الله.